من فترة طويلة يعني مشغول ومضغوط بزيادة، لكن الحقيقة سعيد إن أنا أكون النهاردة في معرض الفنانة أمية هلال، فنانة واحدة. الحقيقة أجمل ما في هذا المعرض إنه استوحى أعماله من الثقافة المصرية، سواء من الحضارة المصرية الفرعونية القديمة أو من الفولكلور المصري الشعبي الجميل. وهنا يعني تبقى في جينات الفنان نفسه وبتخرج بدون بشكل لا شعوري وهو بيعمل عملية التشكيل أو بيعمل عملية الإبداع. وتاني أجمل حاجة في الشغل الحقيقة إنه كله يعني هي مش بتختار القطع وتعيد تنظيمها وتشكيلها ورسمها في العمل، يعني مفيش أي شغل يدوي غير إن هي بتشتغل بإيديها، مش في ورشة لحام عملت التصنيع وقطعت كل القطع. بصراحة يعني أنا أعجبت بيها، يعني جديرة بالاقتناء إنك تحول المخلفات أو الرواكب أو الحاجات اللي هي مزعجة أو الأشكال القبيحة كيف تصنع منها إبداع. هو ده التحدي ليها كفنان، وعمرها زي ما عرفت منها بقالها 4 سنين أعتقد إن هي عندها الفترة اللي جاية يعني أكتر من كده، ومنتظرين منها إبداع أكتر من كده. وبقول لها ألف مبروك مرة تانية. الفن التشكيلي كسب فنانة واعدة جدا عملها قادرة أنها تعيش وتستمر. هو أنا أساسا مش دارسة، أنا أداب قسم لغات شرقية عبري، ودي هواية، هي هواية فنية من زمان. كنت بشتغل في الفن بكذا خامة، بس في الآخر توصلت لأن أنا أشتغل بالحديد الخردة. عامة أنا في شغلي بعتمد على الخردة البحتة، يعني مؤخرا بقيت أحب أن أنا أكون المجسم كله من الخردة، على أساس أن أنا ما بستخدمش الصاروخ، وأنا اللي بنفذ القطع بإيدي، يعني أنا اللي بلحم. وعندي فيديوهات أنا بعملها بثبت فيها أن أنا اللي بعمل المجسم من الأول للآخر باللحام. كان المعرض ده بالذات يعني كان فيه تحدي ليا ان انا اكون المجسم بخردة فقط من غير ما استخدم الصاروخ، بان انا اشكل حاجة معينة. انا عندي صراحة قطع كتير حباها، مش كتير يعني، في قطع بتبقى يعني مميزة بالنسبة لي زي الفلاحة. هي الفلاحة دي شخصية مصرية، انا عامة بتأثر يعني بالشخصية المصرية في كل أعمالي، يعني الشخص الفرعوني، الشخص المصري اللي هي الفلاح، الفلاحة، الفرخة، عاملة فرخة وجنبها بيضة، البقرة. دايما أنا أحب المجسمات اللي يبقى فيها الطابع الريفي أو الطابع، أنا أحب جدا جدا الريف والخضرة والحيوانات، أنا أرتبط جدا بالحاجات دي. أنا صراحة يعني أول حد أشكره دكتور طارق عبد العزيز، هو كان يعني دايما بيبقى معايا في كل المعارض، ودايما بيبقى قبلي داعم في معرضي، وهو الظرف الخاص ما جاش المعرض ده. وحب أشكر طبعا كل اللي وقفوا جنبي من أهلي، جوزي وأختي وأخواتي، وكل اللي دعمني، لأن صراحة إن الفن ده مش سهل، وإن أنا أوصل إن أنا أطلع مجسم في الآخر بيحتاج مني خطوات كتيرة وصعب كتيرة. فأتمنى يبقى فيه تقدير على قد المجهود اللي أنا بعمله، يعني أنا أحارب علشان أوصل الفني إن هو يتشاف. أستاذ إسلام عفيفي هو شخص صراحة مش شخصية قليلة يعني في الدولة، فأنا وجوده في معرضي وإن هو يفتتحه، فده صراحة شرف كبير ليا وشيء كبير ليا ودعم كبير ليا على المدى الطويل. وحابة أشكر برضو مهندس نجيب ساويرس، لأن هو كان لي فضل في أن هو يدعمني أن أنا أكمل في مسيرتي، واستضافني في مكتبه علشان يدعمني ويقولي أن فنك ده يستاهل وأنه صعب وجميل ويستاهل التقدير، فأنا بشكره. أنا مهندسة نوها هلال، أخت الفنانة أمنية، وعايزة أقولك أن أمنية أصلاً موهوبة بالفطرة، هي مش متخصصة. في خلال 4 سنين ما شاء الله، الله أكبر، الموهبة بتاعتها ظهرت ونجحت ووصلت لمراحل إحنا ما كناش متوقعينها للنجاح. هتلاقي كل عمل فني في حتة من أمنية، من جمالها ومن شخصيتها ومن روحها الحلوة. ريم المزين، فنانة تشكيلية فلسطينية مقيمة في إيطاليا.
وهو المعرض يعني من اسمه أصبحت شيء، هو كان يعني مجموعة أشياء موجودة في الواقع من خردة من معادن، وهي عملت إعادة توظيف إلها، فالاسم يوحي بالمضمون. كان عجبني أن الفنانة فطرية يعني ما درست الفن، وإنما هي كانت موهبة هي نمتها، وهذا معرضها الثالث، فأنا بقولها ألف مبروك وأعمال كتير روعة. أنا مهندس محمود المصري، أنا بصراحة كان مدعوتي للمعرض ده النهاردة، يعني ليا باك جراوند في الفن التشكيلي والفن التجريبي. بصراحة لما جيت هنا يعني الباك جراوند الهندسية بتاعتي بصراحة عمل رائع وسبجكتيف وكرياتيفتي عالية جدا فيه. بصراحة لفت نظري استخدام المواد والفكر ان هي تعمل ممكن الروح الفرعونية في بعض التماثيل وروح المودرن في تماثيل تانية، والاوتنتيك بتاعت الروح المصرية في التماثيل ده عمل رائع بصراحة. والله نفسنا الحافز ده يكتر، ونفسنا معرض دي تبقى اكتر، لان احنا عندنا ناس كويسه جدا في مصر تقدر تطلع اعمال لا تقل جدا عن بره، واعمال زي كده بتتحط دايما في اوروبا والدول اللي بره، حاجه زي اسمها ستريت فرنتشرز، وبتتحط في الشوارع بتكون مزار وممكن الناس تيجي عليها كمان لاند مارك يعني.